انا شفت انت بعت اوريدي الاحلام في مفاجآت حلوه كثير بعد دخلك كارت فوشيا في دخلك كارت مفتحه ورقه على ورقه اصفر وفوشيا والكارت اخضر ليش اصفر؟ ليش اصفر؟ انا بحب اللون الاصفر انا كمان والكارت اخضر فيك تقري لنا شو مكتوب اذا شي خاص ما بدنا دخلت قلوب الناس من دون جواز عبور حملت همومهم ومشاكلهم وحتى صغائر الأمور بشفافيتك وسرعة بديهيتك تضفي البهجة والسرور بإطلالتك وثقافتك تملأ المكان برقي الحضور أما زلت تتساءل من كتب هذه السطور هو ملاك حارس يحيطك دائما بأفضل الزهور ودمت دائما مرسال غانم لوطنك وأحبائك شعلة نور أما زلت تتساءل؟ لا أبدا بعرف على أي شيء؟ على ايه في زيتها مين قبل مين حبيبي تعرفوني اذا هو بيحب مين بدك تقول مين انا شميت الرائحه من الايفي ما بعرف اذا عم بغلط مين قول. مين هي بتنتهي اخر شيء سطور عبور ريتا منصور ريتا منصور صحفية ريتا منصور الله يسعد مساكي المجال الحسناء ريتا معودتني على محبتها وعلى كرمها وعلى احترامها على فكرة ريتا عندها حرص عليك يعني عن جد هي الانج جارديان خايفه يعني. عليك كثير ملك حارس يعني مزبوط عرفت انه نحن رح نكون معك خايفه عليك ضيفات فكانت دائما هيك حريصه انه بليز ما حدا يجرح لك شعورك كثير حريصه وانتم اخذتوا بالنصيحه ابدا ابدا ما عملوا ريتريت لكن عاقلين لا ريتا صديقه عظيمه ريتا من الناس اللي كثير بحبهم كثير بيعنوا لي وريتا من الاشخاص اللي مزبوط مثل عم تقول ماي ملك حارس اكثر من ملك حارس ريتا شخص كثير عظيم بحياتي عملت عنك دراسه يعني عملت على دراسه عن كلامي كثير حرفيه ومهنيه اشتغلت فيها بقلبها وبعيونها وبعقلها بشكل غير طبيعي ومن الدراسات اللي دائما بتكل عليها برجع لها غير انها اشتغلت دراسه صارت صديقه البيت يعني ريتا